بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. زينة، اليوم تناول حديث يتحدث عن الكلمة الطيبة، حيث قال، اقرأ الحديث زينة. الكلمة الطيبة صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. هيا نتعرف زينب، ما معنى الكلمة الطيبة؟ هي القول الجميل زينب والقول الحسن، هي الكلمة الطيبة زينب. ما معنى كلمة الكلمة الطيبة؟ هي القول الجميل والقول الحسن، تمام زينب. وهذا القول نقوله لمن زينب؟ لأخواتنا، لأهلنا، لأصدقائنا، لجيراننا، تمام زينب. ومعنى الكلمة الطيبة صدقة أي أن الله سبحانه وتعالى يعطينا على كل كلمة نقولها للآخرين حسنة. نقولها للآخرين شنو زينب؟ حسنة. والحسنة هنا انظري زينب، والحسنة هنا بعشر أمثالها، والحسنة هنا بعشر أمثالها. يبقى الله سبحانه وتعالى يعطينا على كل وسلم أن الحسنة بعشر أمثالها، أن الحسنة بعشر إيه زينب؟ أمثالها. طيب هنا مثال زينب، زينب مثال زينب، عندما يقول أحد السلام عليكم، يقول أحد السلام عليكم، فهذا الشخص له إيه؟ ها يأخذ حسنات، يأخذ شنو زينب؟ حسنات، له عشر حسنات. طيب وإذا رد الثاني وقال وعليكم السلام، إذا يأخذ أيضا هو كمان ها كم حسنة؟ كم حسنة زينب؟ عشر إيه؟ عشر حسنات. أوكي زينب؟ طيب والكلمة الطيبة زينب لها أيضا لها شنو زينب؟ ثمار، كما الشجرة الطيبة تعطينا أطيب الثمار، فذلك الكلمة الحسن الجميل ماذا ها ماذا يعطينا، أو ما هذه الثمرات حقه؟ نشر السعادة والفرح بين الناس، شنو كمان ها نيل رضا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يرضى عنا زينب، تمام. وإيه كمان زينب؟ ها الفوز بالجنة، الفوز بشنو زينب؟ بالجنة. وزيادة المحبة بين أفراد المجتمع، زيادة المحبة بين أفراد المجتمع، تمام زينب. يبقى في هذا الحديث عرفنا أن الكلمة الطيبة صدقة، معناها أن الله سبحانه وتعالى تمام يعطينا على كل كلمة طيبة حسنة، تمام زينب. والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. هيا نقرأ الحديث مرة أخرى زينب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. قرأ زينب. الكلمة الطيبة صدقة. قرأ من الأول. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. أحسنتي زينب.